ايه يا فرح، انت فين يا حبيبتي؟ انا في الجامعه يا علي. ما انا في الجامعه، وانت فين بالظبط؟ انا شفتك اهو. يلا شفتك جاي. انت بتعمل ايه هنا؟ اللي بعمل ايه؟ انا فرح كلمتني وجاي لي. طيب خلاص انا موجود، اتفضل انت. انا مش جاي عشانك انت، انا جاي عشان اختي. يا فرح، اللي حصل؟ في ايه يا فرح؟ في ايه يا فرح ما تتكلمي؟ حبيبتي مالك، فاهمينها طبعا عشان نفهم الحوار. طيب بالراحة بالراحة، بس ايه اللي حصل؟ في ولد كان هيتحرش بيا. واد مين؟ فين ده؟ بالراحة بعد اذنك، واحدة واحدة. ولما شتمته كان هيمد ايده عليا. فين هو؟ فين هو دلوقتي؟ مش عارفة راح فين. من ساعتها في مكاني خايفه اتحرك. انت ما تخافيش، هو اللي يخاف. فين هو دلوقتي؟ خدينا ليه؟ تعال. حصل فين الكلام ده؟ كافيتيريا جوه. انا واحد. هو ده. هو فين؟ بالراحه يا علي. بس بقول لك ايه يا كابتن؟ قوم لي كده، قوم لي كده. انت لسه هتتكلم. مالك يا علي؟ في يلا انزل. انت كويس؟ في يا علي؟ انت توترت ولا ايه؟ ما توترتش، بس احنا في جامعه بالراحه. انت كويس؟ انا تمام. كويس يا فرح؟ تمام. اوصلك. ها؟ يلا بينا. خفيش يا حبيبتي، هو مش هقرب منك تاني. حبيبي ايدك دي ما تحطهاش عليها. ها؟ دختي على فكره. معلش معلش يا بابا، ايدك جنبك يا حبيبي. شكرا يا حسين، شكرا انك رديت عليا. اصلا كنت ملفومه ومش لاقي حد، انت الوحيد اللي رديت عليا من اول مره. لا ما تقوليش كده، علي جه برضه انقذ موقف حبيبي. والله اتلميتوا على بعض. ماشي يا فرح، تقلقش قوي كده، طلع مكان اخونا برضه، مش حد غريب. في ايه؟ مفيش حاجة يا حبيبتي. يلا عشان اروحك. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.